تبيع على حالك يا حبيبي. يلا باي. تيتا هلا جوا. الكهرباء لتمشي وهن كل اربع ساعات لازم كل ولد يحط نص ساعة. هيدا الشيء الكهرباء انا منا متوفرة عنا ونحن يعني بجيبوا لنا اياها ساعتين بس يمكن بالنهار. ابشع شعور ممكن يحس الانسان لما يشوف ابنه بده شيء وما قادر يجيب له اياه. هاي شغله